إن المغرب الآن حينما يقارن بغيره يعرف أنه البلد الذي قد يقال هذا وقد لا يقال يقل فيه الخلاف أو ينعدم فيه الخلاف بين الفئات، ليس إن طوائف هؤلاء الشيعة وهؤلاء خوارج وهؤلاء سلفية لأن السلفية نفسها ماشي طائفة واحدة، أسماء السلفيين أو الفئات السلفية مئة، أكثر من مئة مما عده المشرقون، أكثر من مئة، وهؤلاء مدخليون وهؤلاء مخرجيون، وكل فئة تعطيك مزيدا من التشتت والتوزع. متى تلتقي هذه الأمة؟ متى؟ إذا كان كل إنسان يسمع كلمة يأتي ليبشر بها الناس ويفرق بها الكلمة، فأي شيء جلب لهذه الأمة؟ أنت تذهب مثلا إلى وسيلة من الوسائل فيقال لك بأن هذه الصلاة، صلاة التراويح، فيها بدعة وفيها، ثم تجلب المشكلة إلى المسجد لا تسأل أحدا عن رأيه. ما أي شيء جئت به إلى هذا؟ جئت الناس رأيت الناس يصلون وهم على دين وهم على قول علمائهم ولهم أصول، فابقى على ذلك. إن الذي يسر الآن أيها الأخوة، إن الذي يسر الآن بأن يجلب الخلاف إلى مساجد الناس لا يعرف ما يفعل. الخلاف موجود الآن يعطي ثماره في بعض البلاد، الخلاف الآن موجود في العراق، موجود في سوريا، موجود. لما تجلب لنا شيئا؟ ألا يكون اجتماعنا نحن مكسبا لنا يجب أن نحافظ عليه؟ هل يكون من مصلحتنا أن يخرج بعضنا ليسب بعضا خارج المسجد؟ هل يكون من مصلحتنا نحن ونحن جميعا مستهدفون من جهة أخرى أن نقول للناس إن فلانا لا يعرف الدين وإنه مبتدع وإنه ضال وإنه بألفاظ جارحة كبيرة؟ أي مصلحة لنا نحن في هذا الكلام؟ لذلك أقول إن من الأصول التي وعيناها في خصوص في المذهب المالكي هو أن المذهب المالكي وأخدم طبعا من السنة النبوية يفر من الخلاف، يكره الخلاف. الخلاف شر كما قاله الصحابة، الخلاف شر. من كان لا يوافق عثمان بن عفان من الصحابة في إتمام الصلاة قيل له إنك تخالفه ولكن تصلي على طريقته، قال نعم الخلاف شر. ومن أصول المالكية الخروج من الخلاف خير من الوقوع فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم ترك ما كان يريده من إعادة بناء الكعبة خشية أن يختلف الناس في ذلك. فالإسلام يريد الوحدة ويتوجه إليها، والذين لا يبالون بقيمة الوحدة أناس لا يعرفون المستقبل كيف سيكون. حينما تعبث بالوحدة وتخلخلها كن على يقين أنك تشتغل لاستئصال الأمة. أمتنا كانت موحدة، كانت موحدة وهي تعلم أن هنالك خلافا في الأصل. الله تعالى خلقنا وجعلنا شعوبا وقبائل، صحيح، ولكن قال لتعارفوا. إذا الخلاف في كوننا شعوبا وقبائل وفصائل هذا خلاف تاريخي، ولكن هذا الخلاف يوظف للاجتماع للتعارف. مثلما لو كانت عندك مكتبة فيها عديد من الكتب، عندك 1000 كتاب مختلفة في عناوينها في موضوعاتها، لكن من أجل أن تستفيد منها تعرف خلافاتها، ولكنها تصنفها بحسب موضوعاتها، علوم القرآن، علوم الحديث، فقه، أصول الفقه، الصرف، نعم. إذن هي أصل مختلفة، ولكن حينما تتعامل معها على طريقة التجميع إلى قبائل كأنك تجعلها شعوبا وقبائل وكل قبيلة وحدها، تستفيد منها كلها ولا يبقى للخلاف أي دور. إذن نحن في الأصل مختلفون، ولكننا في نهايتنا نعود إلى الاجتماع. لذلك أيها الأخوة، ما قيل في الشريعة الإسلامية أقوال مختلفة في كل قضية،
فقهية لو أخذتموها في مذاهب المسلمين لوجدتم فيها خلافا، إلى درجة أن ابن حزم كان ينكر الإجماع في بعض الأشياء ورد عليه في هذا. ولكن أقول كيف تعاملت الأمة مع الخلافات؟ هل تركت مثلا عندك في باب الصلاة اختلافات كثيرة، هل تركت تلك الخلافات كلها تدخل في المساجد ليختصم الناس في الصلاة؟ لا، أخذت تلك الخلافات وجمعتها واختصرت منها شيئا هو المذهب. فالمذهب خلاصة اختلافات الأمة، حتى لا يكون الآن عندك قول نصلي هذا من الشافعي والآخر حنبلي والآخر كذا، لا. إذن فلما نلتزم بمذهب اتفقنا، وهذا المذهب ليس خارج عن السنة، ليس مذهبا قال به الأميون، هو نتاج قراءة العلماء الكبار في نصوص الكتاب والسنة. إذن فالمذهب يجب أن نحافظ عليه. فإذا كنت تريد فقط أن تخالف الناس يركعون وأنت لا تركع، تسجدون أنت أصلا، هناك من يأتي هكا لا يريد وعنده في رأي أن الإمام لا يحسن الركوع لا يحسن السجود ودائما خالف، إذا أنت لا تصلح للأمة، أنت تصلح لنفسك. أنت مع الأمة حينما تأتي إلى المسجد أنت مع الأمة، ولكن حينما تصلي صلاة مفردة فأنت لست مع الأمة. لذلك كان الفقهاء يحذرون وكانوا يرون أن إقامة الجماعة بعد الجماعة لا تجوز إلا ما قال به أشهب. لماذا؟ لأنهم يخافون من الخلاف، كانوا يحتاطون للخلاف لئلا تقام الجماعة. متى أصبح الناس في مساجد المسلمين في مساجد المغرب متى كنتم ترون جماعات متوالية؟ أبدا. لكن حينما جاء أناس لا يعرفون مقاصد الإسلام ومقاصد أهم الأحكام الفرعية، المقاصد المقصد الأساس هو الوحدة. إذا أضعت المقصد وحافظت على رأي تعتقده فالكل يمكن أن يحافظ على رأي يعتقده ولن نلتقي أبدا. وهكذا أمتنا لاحظوا من ذكائها في كل قضاياها اختارت توجها معينا. في القراءات القرآنية كلها صحيح، ولكننا حتى لا يشوش بعضنا على بعض قرأنا بقراءة معينة نافع ورواية ورش وانتهى الأمر. فالمغاربة غالبا لا ينكرون القراءات الأخرى، ولكن التي تجمعهم ليصيروا صوتا واحدا وكلمة واحدة هو هذا. ولذلك حتى الفقهاء قالوا إن الإنسان حينما يقرأ مثلا مع الناس لا يشوش عليهم بقراءة لا يعرفونها فيقع فيهم، فهو يقرأ بقراءة يعرفها الناس. وهكذا ففي الفقه اخترنا مذهبا، في قراءة القرآن اخترنا مذهبا، في النحو اخترنا مذهبا. كنا كان المغاربة في الأول اختاروا، كان النحو أيضا فيه مدارس كالفقه تماما، كان هناك مذهب أو نحو أول ذهب إليه المغاربة هو النحو الكوفي، وهم كانوا يحبون الكوفة لأنها كانت بلد علي بن أبي طالب. ثم بعد ذلك تبين لهم من خلال قراءة الأصول النحوي أن الأوفق هو قراءة هو النحو البصري. لماذا؟ لأن النحو الكوفي لا ينضبط لأنه يأخذ القاعدة بالشاهد الواحد، والنحو البصري منضبط ودائما القاعدة عنده يكون لها أكثر من دليل. فصار المغاربة بعد ذلك بصريين، ومع ذلك ظهرت عندنا في الأندلسي نحو نسميهم دراسة أندلسية. وكان في العراق مذهب آخر هو المذهب النحوي العراقي الذي كان إمامه أبو علي الفارسي وابن جني، وهو نحو قوي، ولكن هؤلاء ليجتمعوا أخذوا بمدرسة فيه. إذن ففي كل الأشياء تجتمع أمة على محور، في الفقه في العقيدة في كذا. هؤلاء الذين لا يعرفون الأشياء يدخلون طولا وعرضا في كل ما اجتمعت عليه الأمة ليشتتوا، ولا ينجزون بعد ذلك شيئا. الذي ينقض المذهب المالكي لن يأتي بمذهب آخر، سيأتي بخلافات بشجارات معروفة. هذه القضايا التي بعض مرات يقول بها بعض الشباب أعطوني قضية واحدة ليست مدروسة في كتبي في أمهات الفقه، أعطوني قضية أنت تريد أن تصلي والإمام يخطب
تعرفون عندنا أننا لا نصلي والإمام يخطب. هل قرأت كل ما كتبه العلماء؟ هل قرأت الأدلة التي ساقها ابن عبد البر في الاستذكار وذكر مذاهب الصحابة وذكر مذهب؟ هل كلما عن لإنسان فكرة وظهرت له فكرة وقرأها في صحيفة سيارة يأتي ليجعلها أسلوبا في فقه في تدين المسلمين؟ هذه هي المشكلة. إذن فإذا أصبحنا نحن مشكلتنا هي أنفسنا، نحن أصبحنا غير قابلين للاستمرار. التشويش لا يصلح للاستمرار، للحظة ثم ينتهي كل شيء وينفض السامر ونعود حيث كنا.